مع سلوى بن نعمان بسيس على EFM أحلى راديو. صباح الخير، صباح النور اللي فاقوا توا، على سلامتكم اللي فقتوا من الصباح بكري. اليوم السبت اليوم السبت 20 أوت 2022، كالعادة وكما كل سبت من 10 نص نهار عسلامة. البرنامج هذايا اللي بدا ياخو في صدى، تحية اللي يسمع فينا على EFM TV ولا يشوفنا ويسمعنا على EFM أحلى راديو. البرنامج بطبيعة الحال كل نهار سبت، اللي عداد شيماء المالكي، الإخراج اليوم جابة توحشناها، عنا EFM TV أوبا وفي الديجيتال كالعادة أمام الوسلاتي ورؤوف الأحمر. اليوم الحلقة متاعنا الضيف قال لي باش تكون حلقة سخونة، أنا ما نعرفش الحقيقة، بعد الحلقة أنتم أحكموا، أنتم أبعثوا التعليقات. قبل هذا الكل خلينا نشوفوا سبوت شيل وبعد نرجع لبعضنا. شيل من 1922 مصيفين معكم. شل بيتنا في تونس 100 سنة وهي مصيفة معنا كيف العادة، وكيف كل صيف شل تخمم في حرفائها وتدللهم من 30 جويلية حتى 17 سبتمبر. على في الكادوات للربح يستناو فيكم في الستاسيون سيرفيس شل سورتي سود غرومبيليا سيدي خليفة. أما مش هذا كهو، كل نهار سبت فما للربح زادا ان ويكاند دو فالور دو 1000 دينار دون ان اوتيل دو فوتر شوا. ملا تابعونا في FM باش تكتشفوا مع بعضنا اونلاين كل نهار سبت سعداء الحظ اللي باش يصيفوا مع شيل. شيل من 1922 مصيفين معكم. على سلامتكم مرة أخرى، عسلامة محمد علي النهدي. صباح الخير، بونجور، صباح الخيرات. صعيب الصباح في الصيف، ولكن على خاطركم انتم على الراس والعين كما نقولوا. ايش نقول لك يا اخي، العشرة صباح. العشرة صباح، بون انا راني جو سوي ماتينال بطبيعتي، خاطر العباد اكزاكتومون نناقش ونعرف تجري. اما ما خلونيش الاحباب والاصحاب تبارك الله برشا، كل ليله يا ولادي يزيوني من السهريات راني نقوم من الصباح نجري، سي ديفيسيل بالحق. وميم تون برشا اصحاب يجيو من برا سيغتو ويفرحوا بينا الحق. تحيه للناس التوانسه اللي عندنا، الجاليه نتاعنا اللي في الخارج الكل تبارك الله ملينه. وهذاك جو الصيف في تونس، راهو سهريات وتقوم، وهذاك جونا في الصيف سخانه ودلاع بطيخ اكزاكتومون. سورتو انه ما تنساش اللي عملنا عامين كورونا، العباد فاده فرحان برشا انه المسارح معبيه السنه تبارك الله، برشا فنانين نجحوا الصيف هذايا، برشا فنانين عملوا دي كومبلي في المسرح في الغناء الفردي او الجماعي، دونك حاجه تفرح برشا. العباد تفاده تسهر تخرج، رجعت الحركيه معناها سي تري امبورطون. هو محمد علي رجعت الحركيه، اما معناها تو انطلقنا ما نعرفش كان كيف مملول، بدينا نستنسوا بكريت نتاع الكونفينمون، معناها نخرجوا في النهار وفي الليل تلقانا في الديار. توا بالعوده الحياه كما قلت في المسارح وفي الفضاءات العامه، رجعنا نشوفوا تونس ونشموا ريحه الياسمين في الليالي، رجعنا نشوفوا بعضنا بالضبط رجعنا نشوفوا بعضنا. فهم برشا ناس تبدلت بالحق بعد العامين هذوما، برشا نايفر يفوديك برشا ناس زاد، ونرجع التونس اللي في الخارج اللي ما هبطوش عندهم عامين وثلاث سنين واربع سنين، دونك محليهم بيناتنا معناها سي فغي. وقديش احنا يظل لي ما فماش عائله تونسيه ما عندهاش ان كوزان ولا اون كوزين ولا دي بارون في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في بلدان اخرى، دونك باهيه هذه الرجعه هذه باهيه للناس الكل. اما سيدي راهو في بالك الكورونا، نسمع تو في الاخبار موجوده، راهي صحيح معناها موجوده. احنا يمكن طريقتنا كيفاش قاعدين نتعاملوا معاها ما عادش يهمنا، ولا ما نعرفش، مازلت انت محافظ على لي كونسيني اللي عاطينهم، التباعد والماسك والكل مازلنا محافظين عليهم محمد علي؟ انا بيرسونيلمون لا، ممكن خاطر زاد دون مانيير جينيرال العباد الكل ما نحبش قلت ملحت، ولكن فيو انه برشا ولا ماجوريتي عملوا فاكسان، دونك حتى اللي ياكل كورونا توجه خفيفه واقل خطوره من المرحله الاولانيه، ولكن تقعد كمان سيكولوجيكمون موجوده شويه ساعات، كي واحد يعطس بحذاك تتلفت له. اي ما لي فيرون تاع الفاكسان ما يقعدش فيه معناه يوفى.
يوفا يعني يقولوا يا ماما انا ما نعرفش منيش ميتسا اما انا نسمع ارتيكال يقولوا يقولوا اللي يوفا مي ها نشوفوا في اللي كا اجوردي سان رينا فوغ من اللي كا قبل حتى على مستوى العدد والوفيات. انا البارح قلت البارح قريت انه ما فما سجلنا حتى اصابه وفاه هذول في النهارين هذوما الاخرين حاجه ممتازه جدا لازمنا نكملوا نحافظوا ونقعد هاللي جيست هذوما باغيه خاطر يشوف انا قبل كنت كي نمشي للمهرجانات ولا عروض مسرحيه قبل سورتو 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 لي ازياتيك راهم في المطارات قبل نحكي لك على 7 و8 سنين قبل ما تظهر الكورونا راهم باللي ماسك ونقعدوا نضحكوا ساعات احنا فرقه كامله نقولش بيهم هكاك فهمت اي منظر غريب هو تشوف في الشوارع نتاعهم ماسك ايفيكتيفمون توا فهمنا علاش خاطر هما زاد ايزون يو كيلكو هكا معناها مالادي من نوع ذايا ولا ياخذوا حذرهم ان شاء الله احنا زاد ناخذوا حذرنا ونحاولوا حتى شويه لو مينيمم ما ننساوش ديما به نحاولوا ما ننساوش وربي ان شاء الله يبعد علينا الباء والوباء. مرحبا بك عايشك. انت باش تكون معنا طيله ساعتين باش نحكيوا معاك باش نحكيوا معاك وباش نحكيوا عليك. مرحبا. قبل هذا الكل نسمع بيبليسيتي من بعد نرجع لك محمد علي. بيبليسيتي مهمه جدا مع السلامه مع سلوى بن نعمان بسيس على EFM أحلى راديو. صباح الخيرات 10:17 على سلامتكم الناس الكل. بطبيعة الحال قبل ما ندخل في التفاصيل ومع محمد علي في الحكايات اللي تهمه مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة خلينا كمان نعرجوا على أكثر حاجة جلبت انتباهي الجمعة هذه هي كم الحرائق اللي شهدتها الجمهورية التونسية بالحق معناها مليت عنا في جندوبة عنا في 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 بلايس في تبرقة في الحدود على الحدود الجزائرية عنا بالحق معناها ما يلزمناش مر عليها مرور الكرام ما يزمناش نستنسوا بها كما استنسنا بالكورونا. معايا على الهاتف باش نفهموا وين وصلت الأمور إن شاء الله فما كان خير. كان معايا التليفون تعديهولي الأستاذة باجا مخرجتنا اليوم باش نتعبوها شوية. عسلامة سي عادل العبيدي. صباح النور. صباح النور جميع مستمعي إذاعة إي إف إم. بارك الله فيك عادل العبيدي معنا المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة. مانيش باش نكون أبلغ منك أنت شنو اللي صاير وين وصلت الأمور. شنو اللي صاير وين وصلت الأمور؟ وين وصلت الأمور نقولوا مبدئيا الحمد لله أنه بالنسبة أغلب الحرائق اللي صارت بولاية جندوبة تم السيطرة عليها نهائيا. بقى لنا الحريق اللي موجود في معتمدية برقة جبل بياضة لحد الآن ما زالت عملية التبريد متواصلة. كما ذكرت سابقا أنه بالنسبة كامل الجمهورية التونسية شهدت عدد مهول من الحرائق وخاصة بولاية جندوبة باجة بنزرت كيف كيف نابل إضافة إلى بعض المناطق الأخرى وهذا يعود أساسا إلى ارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء الفارط اللي وصلت في ولاية جندوبة ما يقارب 48 درجة مئوية إضافة إلى هبوب رياح الشهيري. ولكن عدد كبير من الحرائق وكانت العدد نتاعها 6 حرائق انطلقت في نفس التوقيت بداية من الساعة 11:15 دقيقة في 3 معتمديات اللي هي معتمدية تبرقة منطقة بريريم وكذلك عند راهم في 4 مناطق اللي هي سرا صالح وزادة كفكيف في دار فاطمة إضافة إلى زوز أماكن أخرى في التسحيلية وكفكيف محمية الفاجة على مقرب منها وعلى مقرب على الحدود الجزائرية زادة كفكيف انطلاق حريق. بالطبع هذا يؤدي إلى تشتت المجهودات نتاعنا ولكن بالخطة العملياتية اللي تم الوضع نتاعها بالتنسيق ما بين مختلف الأطراف المتداخلة ما بين حماية مدنية وغابات وكيف كيف تجهيز وحتى زاد كيف كيف المواطنين وسكان المناطق المجاورة ومكونات المجتمع المدني تم التنسيق ما بين مختلف الأطراف هذه والقيام بعمليات الإطفاء في مختلف النقاط هذه بل أن وصلنا إلى طلب تعزيز من الجيش الوطني سواء كان جيش البر الجنود نتاعهم وإلا زاد كيف كيف بالنسبة لجيش الطيران اللي قام بعملية الإطفاء بواسطة الطائرة العمودية يوم الأربعاء وبالطائرة العملاقة يوم ليلة البارحة
630 اللي قامت بعمليه الاتشاء وساهمت مساهمه كبيره ياسر في السيطره على هذه الحرائق. هو 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 اكيد معناها تستحق بالحق تحيه كبيره على خاطر مجهود كبير في السخانه، سخانه وريح وحرائق وخسائر. ما نحبش ندخل خاطر في ناس تحكي على نظريات نتاع مؤامره، كي تقول لي ثلاثه حرائق في نفس التوقيت معناها الريح كيما غادي كيما غادي. اما نقول انه العالم اجمع في تونس وغير تونس راهو ديما في فصل الصيف وكي يكون انكليما هكا متحول فما حرائق، لكن برافو للقوات نتاعنا وللجيش نتاعنا. ويظهر لي حتى في جهه الحدود الجزائريه انه فما حرائق زاده في الجزائر على مستوى الحدود. الحرائق هذه شهدت عدد كبير من القتلى والجرحى واتلاف الاف الهكتارات من الغابات. بطبيعه الحال تحيه كبيره وكل التضامن مع الجزائر الشقيقه. قاعدين تتعاونوا بين بعضكم على خاطر سلسله الغابات متواصله، معناها ما تعرفش حدود الغابات هي منا ومنا كيف كيف. سيد عادل بالطبع هو فما تنسيق، الغطاء النباتي هو مترابط ومتلاصق. الهدف تاع كل دوله انه القضاء على النيران من اجل عدم التوسع نتاعها وتطول الحرائق كما لاحظناه في الجزائر الشقيقه. يعني حرائق على مقربة من الحدود التونسية ما يقارب 27 كيلومتر فقط، صارت الحرائق في مدينة الطارف وأدت إلى عديد من الوفيات، تجاوزت 48 وفاة إضافة إلى عدد من المفقودين ربي يرحمهم. هذاك عليه بالنسبة لنا احنا نحاول ندخلوا بأكثر سرعة وبأكثر نجاعة، خاصة المنطقة اللي موجودين وما زلنا متواجدين فيها لحد الآن. جبل بياضة هو على مقربة من الحدود الجزائرية وعلى مقربة قريبة جدا. لو كان يعني طول الحريق البارح لأنه هبوب رياح كبيرة ياسر في اتجاه مدينة بلولة، مدينة بلولة عدد السكان تاعها أكثر من 17,000 ساكن ومحاصرة بغطاء نباتي كثيف من أشجار الصنوبر وأشجار الزين والفرنان. لا قدر الله يوصل الحرائق نجموا نوقعوا في كارثة. هذاك عليه ربي ينجينا إن شاء الله. دخلنا بكامل 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 الإمكانيات، بل أنه كما ذكرت تعزيز من مختلف ولايات الجمهورية يوم أمس صار فريسك حتى من قبلي من متنين من توزر من باجة وكذلك زادك كيف سعادة من تونس. يعني نعم. بكل لطف أنا نحييكم بيات الحال، ومش أنا بركة باسمي وباسم الناس اللي تسمع فينا وتتفرج علينا على EFM TV، علاش ما تعملوش يعني نقطة إعلامية يومية مثلا كل يوم واحد يخرج يعطي وين وصلت الأمور يطمن ويجي الخبر بشكل يومي، المتابعة معناها تكون يومية. ما نعرفش أنا لعل هي موجودة ومش قاعدة توصل، وإذا كان مش موجوده معناها نفكروا فيها لانه الوضع سيف والريح مازالت الى حدود اليوم الصباح شويه، معناها ما فكرتوش فيها ولا باكش موجوده. لا بالنسبه لجميع وسائل الاعلام سواء كان المرئيه او المسموعه او المكتوبه اي اتصال من طرفهم يتم اتهم بجميع المعلومات والمعطيات، لانه هما زادك كيف تحية شكر قاعدين يوصلوا في العمل اللي تقوم به الحمايه المدنيه. وزادك اقل حاجه هذه اقل تطور حاجه تطور الوضع وديفلاش بالنسبه للمواطنين كنصائح وكارشادات باش نطالبوهم بحمايه الثروه الغابيه نتاعهم، لان هي ثروه بالحق يلزم يحافظوا عليها خاصه بالنسبه للناس اللي تسكن في الغابه. اضافه الى ذلك هناك صفحه رسميه فيسبوك اللي تابع الاداره الجويه للحمايه المدنيه بجندوبه، اضافه الى الصفحه اللي تابع الناطق الرسمي للحمايه المدنيه، موجود فيها جميع المعطيات وتطور الوضع. كل ما يصير جديد حاجه جديده يتم تسجيلها في الصفحات هذه. ربي قدر الخير وربي يوفقكم. ما نزيدش نشدك برشا سي عادل العبيدي، شكرا خاطر بالفعل لبيت الدعوه وكنت معنا في اول اتصال المدير الجهوي للحمايه المدنيه بجندوبه. بارك الله فيك، شكرا على المداخله. شكرا شكرا. ربي ربي قدر الخير وربي سمعنا الخير. وهذه الكوارث الطبيعيه كما قلنا مش كان في تونس معناها باغتو، لكن بالحق فما وعي الكيف العاليه والبلاد هذيك المزيانه الثروه الطبيعيه اللي فيها. انتوما كفنانين سي محمد علي
معناها ما فكرتوش وما لقيتهاش الحقيقه انا ما لقيتش الحكايه هذه بالكل ما لقيتش هذول التعبير مش كيفاش نعبر على الموضوع هذا والسؤال ممكن المطروح للسادة المسؤولين هو من منبري هذايا نحب نحييهم هالجنود هذوما خاطر بالحق جنود كما كنت تقول انت قبيله هي ديجا واحد يقف بركة طوى سخانه ما عادش ينجم يهرب يجري صح يهرب يجري للظل ولا للدار ويحب يروح كليماتيزور خلي هما نو سولمون سخانه زيد اون بلوس يطفيو في نار معناها شاعله دونك ما نجمو كان نفتخروا بهم نجمو كان نحييهم ربي معاهم وقلوبنا معاهم بالحق خاطر سي تري دونجرو معناها دون باغ السؤال اللي يسال نفسه معناها اللي تطرح قال الراجل ويفرض روحه هو انه توا البلانيت بصفه عامه قاعده ماشيه للكوارث هذيا نتاع الحرائق والفيضانات اسكو في تونس احنا ونعرف اللي مالوروزمون سبيسياليتي نتاعنا اللي هي لوجور لوجور معناها وعلى وديما احنا في اخر وقت وجو ذاك الكل اسكو متحضرين توا للسنوات القادمه باش نتصداو للكوارث من نوع ذا نتاع الحرائق ولا اسكو الامكانيات موجوده اسكو فما يون استراتيجي للسنوات القادمه خاطر راهو انا حسب ما نراو كيما قلت ديما نحييهم نحس انه يا بوكو دامبروفيزاسيون فما برشا توا خنطفيوهم تاع توا وكاو ولكن هذا مش في القطاع هذا بركة ولا في الميدان هذا بركة في كل الميادين في تونس نفتقروا للأسف الشديد إلى برامج طويلة المدى ونظرة مستقبلية. يا محمد علي علاش بديت ديما نحب نبدأ بالخبر البيئي خطر توا البيئة في العالم هي الشغل الشاغل راهو صحيح نحكيو على الجفاف في إسبانيا نحكيو على شح المياه عموما في العالم نحكيو على حرائق نحكيو على هذوما الأمراض اللي قاعدة والعديد من الأفلام جوستمون صحيح فوالا هذاك علاش حبيت نقول لك انا معناها لي ميساج صحيح احنا السياسيين واصحاب القرار ولا السلطات وغيره تاخذوا اخر وقت با رياكسيون به كي ناخذوها حتى اخر وقت هنا جامي تخطا بالتفاصيل مي على مستوى الابداع الفني تو كي نشوف فما افلام على البيئه والكل وانت فما مهرجان كامل وفما مهرجان كامل اللي انت شفت انت تو قلبت لي الدنيا الكل الكوندكتور والواحد واللي حطته هنا ولا من هنا وقبل ما نحكي على امينه باش نحكي لا خاطر جي لونشينمون حلو فوالا ما نجمش نقص على تداعياتنا فماش هكا فكره معاك الصوره المزيانه اللي شفناها في الفيلم الاخراني مش حكايه موضوع اخر انت جبت عليه وموضوع زاد موضوع الساعه وسي اكزاكتومون ما فكرتش والا ناوي ولا وينكم انت هو الحق نتاع ربي فما العديد والعديد من الافلام اللي قاعده تعالج في قضيه البيئه بصفه عامه في العالم مش حتى في تونس للاسف الشديد احنا في تونس نظرا لشحه الانتاج معناها نعملوا في ثلاثه اربع افلام معناها ممكن كل مخرج عنده حكايه يحب يحكيها ما تطرقش مباشره الى موضوع البيئه ممكن تلقى هكا شويه في فيلم تلقى هكا بعض دي فلاش اشارات ولكن موضوع كامل على البيئه ممكن فما شكون من زملائي قاعد يكتب في موضوع كيما هكا فهمت ولكن ريت انا بحكم أني تجربتي ونخرج معنا في المهرجانات ونشارك أنه فهم العديد من الأفلام في السنوات الأخيرة هذه تعالج قضية البيئة برشا. وهي قضية هامة جدا وقاعدة تاخذ في حتى في جوائز نظرا لأهمية الموضوع حاليا معناها فهمت سي فري سي تري تري امبورطون وان شاء الله نشوفه حتى في المسلسلات عليه مش حتى في الافلام بركه خاطر تعرف عند دايره واللي مثلا اللي يصير في اسبانيا ينجم يغير حتى السلوكيات نتاع المواطن العادي يقول لك انا مثلا ما تغسلش كرهبتك كل يوم اغسلها مره في الجمعه ولا مرتين ما نعرفش ما تستعملش هذاك نقصوا من المياه فما سياسه كامله وفما مش عمليه ترشيد استهلاك تشوفوا سبوت من بعد راه قبل الاخبار ولا بعد الاخبار وخايبين السبوت يعملوا وما وفنيا ما نعرفش ممكن امكانيات انا ما نفهمش لكن انا كمتلقي لقيا مشاهدة ماني ما نحسهم مشاها وكوكها وتعدى وهي خارجة سكرة السبالة ولا ما مش حاجة اللي يلزم فما حملة يلزم فملة حقيقية راهو استراتيجية كاملة وكعليش قبيلة نحكي في الاستراتيجية المستقبلية من توا يلزم استراتيجية للأسف الشديد احنا في تونس مازلنا بعد برشا أنا يعني نتأسف كي نرى قنطرة قدام المطار قد بار اكزومبل عندها 3 سنين قنطرة راهو فيها يظل 50 متر وجهة البلاد قالوا فما قمة ازياتيك ولا دي جابوني باش يخرجوهم منين باش يخرجوهم بابتلاني معناها سي فريمون كاتاستروفيك مالوغوزمون في تونس مازلنا ان شاء الله نبداو توا خاطر سي اوني ديجا اون روتار بارابور برشا بلدان ما نحبش نقارن ببلدان ولكن فما بلدان افريقيه قاعده تهرب بينا توا اجوردي انا كي نشوف
كما قلت لك ابتيت ايشال ايشال قنطره صغيره قدام وجه البلاد المطار قد قد عندهم 3 سنين وهي محطوطه غادي يعني. فما توريست جاو في الصيف نتاع مناول لقاوها مازالت وعاودوا جاو الصيف هذا لقاوها مازال الفضيحه معناها. هذا سي ان بوتيت اكزومبل برشا اكزاكتومون سي ان بوتيت اكزومبل. دونك يلزمنا نفيقوا على رواحنا وتبدا من المواطن راهو كيما حكيت انت دي بتي جيست دو تو لي جور ينجموا يبداو يغيروا في الاشياء بشويه بشويه. بالضبط احنا هذا معناها وهي مشكله جايينها جايينها لين واحنا معناها. انا مشيت للنرويج الصيف اللي فات وحدي حطيت سكادو مشيت عديت 10 ايام في النرويج وحدي سكادو راهو ساك دو كوشاج هربت بالحق هربت عملت ساك دو كوشاج وعملت كل يوم وحبيت نمشي نشوف علاش البلدان هذيك والعباد هذيك علاش اون لي زابيل لي بلوز هورو دو موند. حبيت نعرف علاش الشعوب السعيده الاكثر سعاده السعيده لي بي نورديك هذوك وشفت عندهم علاقه بالطبيعه رهيبه جدا. واحنا في صلب الموضوع بالضبط. شوف الاج دو 13 ans 14 ans يمشيو كامبيو وحدهم 13 14 سنه عندهم علاقه باللا مونتاني باللا فوغي انكرويبل اي سون دون سامبليسيتي غريبه جدا. واللي جيست اللي تحكي فيهم هذوما نتاع كي يقعد يكامبي يلم ويحط زبلته ويستعمل تدخل فيها زاده سيكوريتي ويحسس بالامان معناها يعني كل شيء مربوط ببعضه. احنا بالضبط خاطر حتى احنا زاده في البلاد هذه رانا عندنا مواقع وعندنا مناظر بالله ساعات تشوفهم في التصاور. لا بالنسبه للمناظر معناها طبيعي نقص انا بدينا يا سيدي لا قلت لك طبيعي عملت طونداغي انا ساعه باش نحاول هو كلمه تعملش طونداغي ما تعديش عملت طونداغي باش نشوف كيفاش مخي حاسي ايش نقول لك انا ربي يهدي ربي يهدي مخلق اي سيدي جوست بو اي غيم بيان سور لا مازال لا مالا اذا كان هذا على البيئه مالا على اللي جاي من بعد اش باش ربي يخليك. باش نخرج شويه من الموضوع هذايا الحاجه اخرى اخيرا اللي هي معناها نقول حديث الساعة بالضبط في الشأن الثقافي. في الشأن الثقافي خاطر بيسكو الثقافي مربوط بالسياسي مربوط بالتحولات الاجتماعية صحيح. مربوط بالبيئة مربوط بالإيماج تاع تونس توا مربوط بأحلامك بالأفلام اللي تحب تعمله. باش نشوفوا التصويرة هذية متاع ديفا أمينة فخت حبك تشوفها. أنا نحبها برشا الصورة هذي أي هذي مش سنة عاد. لا مش سنة أن... لا مش سنة خاطر محليها هك شفت محلاها شفت أمينة فاخت فهمتش شنو نقصد واللي دين وال ديفا بالحق جا دقصت فوتو ما حتى نحكي انا وشيمنه في الاعداد قلنا الخبر على أمينة فاخت والجدل اللي صار والكل ومن بعد المشهد هذا هو اللي قعد السماء والنجوم والصوت وال يعني جو كونفيرم معناها حاجه محليها المش انا عجبني ما يصيرش نقول رايي عندي الحق محليها امينه فاخت في اللباس ولا اما لا مش بوجهه نظر لا اخلاقيه لا حتى شيء. صار جدل الايامات هذيا على امينه وصار فما حوار ونقاشات وكل واحد ورايه وما ينجم يخلق نوع هذا من الجدل كان فنانه كبيره كيما المراه هذيك ما تتعداش انا بيرسيو صحيح ما تنجمش تتعدى وتحياتنا ليها كان هي تسمع فينا نحبوها برشا وهي معناها سامبول صوت تاع ما نجموش نقولوا عكس ذلك. شنو رايك في الجدل اللي صار هو الصورة وفي الظهور اللي خلاها هو الصورة هذه حلوة برشا وأمينة فاخت معروفة إلى جانب الصوت الرهيب اللي عندها والبريزونس سيغ سان مش من اليوم للأسف الشديد فما توت اون جينيراسيون جاية ماشية في ثنية غالطة وفما وربي يهدي الناس اللي تغلط فيها على خاطر فما دي ريسبونسابل قاعدين يفسدوا في جيل كامل للاسف الشديد. يعني ما فهمت ينسيوا فيهم يدخلوا فيهم في ثنية غالطه لتكسير لي سامبول اللي عندنا بطريقه او اخرى. أمينة فخت من احسن ما جاب تونس في الغناء هذا انا نقول مش احسن ما جاب من احسن الاصوات في العربيه بلا منازع العربيه هذيك في الحاصل أنا بعد يدي شو يدي شوا اما يقول لك هي من اولها امينه معناها انا لا انا كي تحط لي مثلا تصويره امينه هي مهبوله يعني شوف. فن معناها ما انت تو شوزي من تخبي الفوتو اللي انا حسيتها وانا معناها نرى انه معناها هذيك قيمتها لازم تقعد غادي انا نحب هكاك الحقيقه هذا رايي الشخصي لا لا رايي الناس الكل مش انت شخصي لا 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 محمد علي فما نستر الجدل الكبير وخذته حتى مع بعض الصديقات ومحلينا ومعناها وذاك الاراء مختلفه الاراء مختلفه اللي يقول لك عادي امينه وش بكم انتم عندكم معناها انفصام في الشخصيه تحبوا معناها تشوفوا تمشي لنجمات تجيب الاف الدولارات باش تتفرجوا فيها وهناك تجي امينه بك الصوت هذيك وكل سبيكتاكل وهي في سيغ سين تتحكم في السين كما تتحكم في الصوت راهو مقبوله من امينه فاخت
هو انا لو انا باش نحكي شويه على سور لو بلون استيتيك شويه وباش نحكي بروفيسيونيلمون فيو كو مهنتي voilà. انا باغ اكزومبل كنت تحط لي التصويره هذه وتحط التصويره نتاع اللبسه اللي لبستها في العرض نتاع قفصه ça n'a rien à voir. Trop deux personnes complètement différentes. Parce que quand on arrive à ce niveau, ils me font une lahine, l'esthétique, lahine, le costume, lahine, la scénographie, un spectacle. J'ai un metteur en scène, il y a un spectacle. Et donc, c'est des détails. Et les Céline Dion, ou la X, ou la Y. Je mets Céline Dion parce que Amine Affaire, c'est une très grande manière chanteuse à l'échelle internationale qu'elle a besoin. كان حبت هي ودي موضوع اخر خاطر سي دي شوا اوسي امين تقول لك انا ما نحبش نمشي لمصر امين تقول لك انا ما نحبش بون اون ريسبكت سي شوا اما كونت اون روفيان معناها كي نرجعوا توا تبارك الله معناها الساحه الفنيه حبيت نرجع في التصوير هذه كي سامبوليز تو انا بيدي بيرسونيلمون خاطر كيما قلت لك صوت و بريزونس و انسي دو سويت و الا سا فولي ارتستيك اوسي سور سين سا اوسي اون ليم اون ليم با مو بيرسونيلمون جادير معناها ما تقلقنيش خاطر فما كيما قالوا فنانين اخرين مهبله ولكن سور لو بلون استيتيك سينوغرافي ميز اون سين يلزم التراباي افيك دي بروفيسيونيل بالحق خاطر المشهد هكا من بعيد موش حلو بارابور حتى للتصوير اللي حطيتها انت هذا سي انا في بيان سور بيرسونيل اي بروفيسيونيل ما احنا بون معناها بيرسونيل احنا كيما اي صوره مادام حد تعرض قدامنا في النجم نعطيو راي معناها اذا ديما نحبوا نعطي حقنا وما يصدر هنا حتى حد ديما نعطيو راينا بتربيه وباخلاق وبجوده كله فهمت خاطر فريمون ساعات ترى تعليق انا ساعات راه شوف كي تسافر مو سافر تغنم كي تسافر وتشوف كيما قلت قبيله راه الى جانب العروض اللي عملتها لبرا والمهرجانات اللي شاركت فيها نمشي نسافر نسا كادوره بزو صور ديرا افيك دي ستوديون دون دي بوتيت اوتيل اون اكومبي في بلايص في النرويج ونحكي مع العباد معناها العباد اللي تكتب بالخايب وبقله الحياه وبقله التربيه انا راني مش وصلت لدرجه اللي ما عادش تنرفز عليهم نسخف عليهم نسخف عليهم لانهم مساكن للاسف الشديد ما تربوش على الاصول الصحيحه ما تربوش على الاحترام ما تربوش على القدر ما تربوش على اعطاء الراي حتى المخالف بطريقه حضاريه فهمت هاوك علاش توا اليوم الجيل الجاي يلزمنا نخدموه يلزمنا نخدموه بالكدا باش حتى لو كان اختلف والاختلاف راهو نعمه والاختلاف راهو سلوك حضاري ولكن الطريقه هي اللي للاسف الشديد ما هو خايبة. باش تخليني دخلتك في الموضوع اللي جاي من بعد لا لا باش نولي نحكي ننسى اللي انا معناها في ميكرو ويزمني الحياه انا واقف قاعدين باش نولي نحكي معناها ونعطي في لا تو معناها افيك تو مي ريسبير الناس الكل نحترم الناس الكل لكن نشوف وجوه اعلاميه تعطي دروس في النقاش الراقي وبربي كي تختلفوا معاه وتقول له انا نختلف معاك راني انا نشوف راهو دي فيديو نتاع كلاشات وحكايات دي بيرسوناج بوبليك معناه الكلام اللي يستعملوه وغيره والعبيد لي جون تتفرج عليهم بيان سور هذاك اللي دول نتاعو هذاك اللي دول معناه الحكايه ماهيش انا يعز بيا لادوليسون ولا يعز بيا العبد اللي ما جاتوش الفرصه باش يتكون تكوين هذاك ونحمل مسؤوليه كبيره احنا نحملها للاعلام نحملها لكم انتوما نحمل للمسرحيين خاطر الناس تمشي لكم للمسرح للموسيقيين الناس تمشي للعروض الموسيقيه الى غير ذلك معناتها من بعد نقول والله شوفوا الفيسبوك معبي بالسبان ومع قله الاحترام مش معناها شيء لا تجاوز كل الحدود يعني كل الحدود حتى يلزموا يظل يلزموا قانون يوضع حد لهتك الاعراض وللكذب وسامحني وللفيك نيوز وغيره اي دوركم انتوما يعني نحب نشوفكم في دي فيديو تعملوا موحدكم وتعطيو سامحني نقولها تعطيو دروس على خاطر الفنان راهو يعطي درس الشعوب ترتقي بمسارحها وبفنها وغيره وفما فن نتاع شوارع يقعد فن شوارع ماناش ضده راهو هذاك موجود في العالم الكل اي في العالم الكل ناس فاهمه علاش كان و هو ريسبكت تماما نقول ماهوش معزول هو شعبك يبدا يتكلم على الفيسبوك ويستعمل مصطلحات خايبه واحنا نسبوه وفي نفس الوقت معنا نعملوا كيف هو احنا هو القدوه نتاعو صحيح والله شوف انا بيرسونيلمون باش نحكي على روحي نحبذ انه بخدمتي نحاول نرتقي شويه بالذوق العام شويه معناها بشويه باللي نجم وشويه هذا وشويه هذا وشويه في اعمالي هاو نعمل فيلم هاو نعمل قال الرجل جو بارتيسيب مسرحيه حتى كي اشتغلت مع الوالد مثلا
عملت سردوك الريش وليلة على دليلة، وبعد عملنا زمجري وحنا نحضر ونكتب ونختمه. حاولنا نرتقي وحاولنا نبعدوا الماكسيمم من حاجات معينة اللي احنا ما نمنوش بها واللي احنا نراوها ضر اكثر، وحتى لو كان يضحك عليها وشيخ عليها السبكتاتور، اما نحاول انه باش تكون موفي اكزامبل وتضر بعض الشبيبه الفخاجيل سورتو. دونك هذيك طريقتنا في المساهمه في الارتقاء، في بالذوق، في قال الرجل تخلي العباد عندها ان سونس ان بو كريتيك، وتنجم تقرا ما بين السطور، ما تضحكش هكاو، فما دي ميساج، فما دي شوز، فما جماليه في الصوره. سي تري امبورطون سي، خاطر كي كنا نحكيوا على مسرح مثلا، باش نحط كان على المسرح قبل، كنا نحكيوا على مسرح باليات المسرح الكل الموجوده من كوستيم، خاطر كلهم سي دي ديبارتمون، هذوما الناس تخدم فيهم وناس تبدع فيهم في الكوستيم، في المكياج، في الديكور، في السينوغرافي، في اللوميير، في الصون، خاطر كلهم راس، كلهم دي ميساج، كلهم رسائل. اكزاكتومون، كلهم رسائل، وكل وكلهم يخلقوا اجيال اخرى في الميدان هذاك. كي تاع مسرحيه فيها ثلاثه واربعه وخمسه من الناس، فيها ديكور وفيها كوستيم، معناها تربي اجيال على شيء هذاك. توا مالوغوزمون فما هكا صحوه كل نتاع الوان منشو هذه الكلها، والمسرح الجماعي للاسف الشديد ما عادش لاقي بلاصته. يلزم كما المسرح الفردي يلزم يكون موجود، كما المسرح الجماعي يلزم يكون موجود، كما يلزم الانماط الكل تكون موجود، يلزم يكون فما ان اكيليبر اونتر الانماط كلها. معناها جوستو نحب نسالك، خاطر فما حاجه سهله وفما حاجه اصعب. بيان سور، سهلة على المبدع وصعبة على المبدع، وسهلة على المتلقي وصعبة عليه. ستادير فما الجملة اللي تضحك في البريمير دوغري، نعطيك حاجة صغيرة قبل لوغي ريغدي طاح نضحك، وفما اللي نضحك بعد ما نفهم، معناها أنا باش نبذل مجهود متاع باش نحاول نشوف الصورة ضحكتني ولا لا. الثانية باش نحكي بمنطق السوق، يقولوا لك الثانية ما تبيعش، لا يلزم الاولانيه، سينو المستشهر ما يجيكش، سينو المسرح يفرغلك، سينو انت ما تنجمش زاده تلم شويه فلوس باش نجم تعمل حاجه مع اخوه، خاطر مش عيب زاده تلم شويه فلوس، خاطر بهذيك نحن باش نجموا شنو به، معناها باش نحركوا العجله الاقتصاديه كلها. هنا محمد علي بعد التجربه هذه نتاع 30 معناها تمشي لك السهل، اللي هو السهل سهل، اسهل منه ما فهمش، اسهل منه ما فهمش، والا معناها الاخر وترسم بعد، معناها واحد سامحني يتمرمد فنيا ويتمرمد اقتصاديا وولاده يتمرمدوا معاه. وينك يا بابا المفروض انت راك فنان تجيب لنا برشا فلوس. شوف حطيت صبعك على حاجتين مهمين جدا جدا جدا. الحاجه الاولى انا مون افي بو ريبوندر لا بروميير كيسيون، يفو تروفي ليكيليبر، يلزمك ما بيناتهم الاثنين، يلزمك وهذه هو الصعب. وين خاطر للاسف الشديد الاغلبيه، فما بعض المحاولات لكن الاغلبيه هكا يا هك. دونك ا مون افي فو تروفي لو ميليو، انك انت فما الضحكه البرومي دوغري مي كي على شابلين، شابلين تموت بالضحك كما تحكي انت، ولكن فما دي ميساج تعدي شابلين تو مودرن لا لا روي في لور، يحكي على تايلر تايلر والاقتصاد الجديد، الاقتصاد والعولمه انا ذاك ولا تخافاي ان شين، تحيته هو مخ سياسيه ورسائل العلاقات الاجتماعيه بين الفقير والغني، انت تموت بالضحك، ولكن فما ان دوبل ليكتور. انا امون افي وهذا الشوا اللي انا بيرسونيلمون نحب ديما نمشي فيه، واللي تعلمته حتى على مدرستي الاولى اللي هي لمين يعني قبل ما نقرا المسرح محبوب. وقبل ما نقرا السينما، وقبل كيما نقول لهم في بوكو دانترفيو سي ما بروميير ايكول، انا كنت نلعب في المسرح، انا عملت مي برومي با اوتون كو انسان، خطوات الاولى كانسان مش كفني، فوق ركح مسرح البلدي كانت امي تهزني لفرقه مدينه تونس قبل في السبعينات اوائل السبعينات، تبدا تبرر في فرقه مدينه تونس وانا بيبي ونبكي، تجي تحط لي البيبرون هاو درشون، كنت نلعب وانا صغير في المسرح البلدي. دونك المدرسه الاولى تعلمتها من عند هذوما الكبارات، وكانوا لي زيدول نتاعي جعايبي والجزيري ينسي دو سويت، مالوغوزمون لا جونيس اوجوردي لي زيدول نتاعهم ما نحبش نذكر اسماء، اما هاك علاش كيفاش نخلقوا جيل من جيل، الاختلاف من جيل الى جيل. خاطر غريبه نتفكر قبل مثلا من اكثر ممكن تتعبى ولا يتعبى
تو نرجعوا بعد نمين نرجعوا للأمن نمشيوا للحاجة اللي يظل احنا فرد جيل وشفنا تقريبا نفس الأعمال كيف نشوفنا كلام الليل اللي قعد سنوات يتعدى وكيفاش يتكلموا الديكور بسيط والجملة كيفاش الناس المسرح في التياتر وقتها العبيد معبية نضحكوا الجملة الإكسبريسيون متاعك الناس هذوكم اللي هما القامات متاعنا نقولها ونعودها في المسرح وكان يعبي شنو اللي صار للمتلقي التونسي شفهم والله موضوع حساس برشا وما نحبش نحكي بعمق اكثر خاطر سي تري سنسيبل بارابور ا مو بيرسونيلمون لا مي سي جو با رونتري دون دي كونفلي بيرسونيل لا مش خاطر باش تولي كونفلي ماشي في الكونفلي بيرسونيل ولا جو با قلنا نعطيو رأينا بكل احترام كي تعطيو باحترام راهو هذاك هو زاد من شكون باش يصدر لك رايك حقك انت ولد مسرح الله يهدي اللي كان سبب وكاو سي تو سكو جو بو دير مش مشكل اما زاد ما باش بس لي بغاو من حلي ناخذوا راي نتاع بروفيسيونيل شنو اللي فما مش بروفيسيونيل انا مشاهده ومتلقيه دوبي اي شنو اللي صار للجمهور التونسي اللي صار للجمهور التونسي لا الجمهور التونسي ديما راهو كيبدا عمل راقي وعمل كيما قلت يلتروف ليكيليبر اونتر الضحكه هذيك لو برومي دوغري والضحكه الهاتفه راهو يجي لو سبيكتاتور كي تعطي حقه زاده خاطر فما جماليه اجوردي لو سبيكتاتور مش كيما تاع سبعينات كيما توا راه عنده فيسبوك والانترنت ونتفليكس انستيتيو يتفرج في قد الملح يتفرج في في جيم كاري يتفرج في العديد حتى سور لو بلون سبيكتاكل اليوم ما تنجمش تكون فك الشح التقني اللي كانوا يخدموا به في السبعينات تاع لو سبيكتاتور الى انفي دو فوار ديكوتي دو سنتير من الحواس الكل نتاعو اذا ما تخدم وقت يجي يتفرج هاك علاش العبيد تقول لك توا انا في الصيف وخاصه توا السنيس الديليكار بعد عامين تسكير العبيد تحب تنفس امبوفي دو دوكسيجين قالت لك اختي احنا جينا نحبوا نعملوا جو سا ريزوم تو سا ريزوم تو سمعتها اي سا ريزوم تو هاني باش هاني باش نرجع لك للرفيقه اختي هذيك ما مش باش نعديها لا خلينا نسمع الاكستري هذايا عندي اكستري فما حاجات غريبه مش غريبه هي فما ردود فعل قاعده تصير ما نعرفش كان الاكستري حاضر اي اسمع معايا هذايا الاكستري ونرجع تصور روحك انه يجي نهار تنجم تبعد على الفن تنجم تعيش من غير فن سي وبديت في البروسيدور صحيح باش نعمل حاجه اخرى بالحق معني باش تكون فورماسيون باتيسري وهذوكم شو معنى قررت؟ اي صحيح قرار ولا باش نكمل اللي عندي و... نعملوا الببليسيتي من بعد نرجع نشوفوا شكون وفاش قاعد نعرف شكون ونطول نعبر عليه يعطيك الصحه هاي باهي نشوفوا الببليسيتي نسموها زيد من 10 نص نهار اي اف ام عالسلامه مع سلوى بن عمر بسايس على اي اف ام احلى راديو عسلامة العشرة وثمانية واربعين دقيقة انتم على امواج اي اف ام احلى راديو عسلامة محمد علي مهدي غو بونجور قريب قايلة توا باش ينتصف النهار قريب مازال بكري مسالش عرفتوا الصوت اللي صبري مصباح طاقة صوتية وبريزونس ومحليه نحبوا برشا ولكن مش جديد معناها انا مانيش مستغرب من الحكاية هذه خاطر 99% من الفنانين يحبوا يعملوا برسك نفس الحكاية ينجموا يتظاهروا بحاجات أخرى أما الأختيست دون مانيير جنرال ماهوش خالط في تونس ودايوغ لو غيف دو توت أختيست توا في تونس حتى اللي عندهم فلوس راهو فير دي بروجي أون باراليل خاطر الفن ما عادش يوكل أبار ثلاثة أربعة من الناس وأغلبية الفنانين ويكذبوا راني يقولوا نتحمل مسؤوليتي أنا نتحمل مسؤوليتي في الكلام اللي يقول لك ما نحبش نخرج من تونس يكذبوا بتتر واحد ولا اثنين على كل الفنانين فهم أما الباقي الكل كمخرجين يقول لك انا ماذا بيه نمشي لمصر ونتفليكس شلون كممثلين كيف كيف وانت تعرف كفنانين كيف كيف يقول لك ماذا بيه العالم العربي والجو ذاك الكل وهذا كل عنده اسباب بطبيعه مش هكاك غاتلي السبب الرئيسي اللي قاعده نسمع فيه براتيكمون سبب مالي ما نجموش ما نعرفش انا توا بعد عندنا 10 سنين حريه الكلمه معناها فنانه ما عادش يشكو منه هذاك ما خلانيش نتكلم الناس كل تقول الناس كل تقول في كل شيء معناها وهذا في حد ذاته مشكله بما الحاجه كان فاتت تنقلب مي با هاي كنقولوا هذاك هو مكسب نتاع واحد ينجم يتكلم حتى حد ما نجم يصادر قلت لك موقف معناها الاسباب ماديه الفنان هذا قال لك انا ما عادش نجم معناتها ما نجمش نحقق حاجيتي الدنيا لولادي ماهوش باش يمشي يعمل الفن ياخ ماشي باش يخدم في الليجاتو ومرتبات وغيره معناها بلاد فنانينها ماشيين
مبدعيها مفكريها تنرجعوا بعد. وبعد يقول لك المواطن البسيط كي يسمع صبري مصباح ماشي تقول له انت ما تحرقش ومسيك ما عندهش معناها اذا كان هو عنده هذا بتيت شانس لهنا. كل مساج باش نوصلوه مش نحملوه للاسف يا صبري نحملك مسؤوليه تجاه البلاد هذه عباره انت تقول البلاد اخرجوا منها راه ما عاد فيها حتى شيء. هذا ديسكور شو رايك فيه؟ هو راه كلامه صحيح كلامه صحيح ها باش نحكيو توا بكل صراحه. وترجع لي لك الموضوع متاع حساس وما نجمش نقوله على خاطر عنده لي دي كونفليرا هو أشوف. حاول كيفاش تبلور عندك من هنا نصف النهار كيفاش تزلق اللي حاجتك بيه القالوا الطريقه اللي انت تحب عليها. شوف انا بيرسونيلمون قريت 3 سنين في فرنسا على حسابي معني ما خديتش بورس من ليتا حتى نقرا ونخدم كوم توت اتيديون. الوالد عاوني يرحم والديه. بعد مشيت لامريكا وحدي عامين نقرا ونخدم زاد كيف كيف وحدي. في امريكا الوالد ما عاونيش معناها ماديا ولكن انا وقتها اونتخ لي دو خدمت شويه وكونت شويه ومشيت نقرا ونخدم وروحت لتونس نجري معناها كي كملت قرايتي في فرنسا روحت لتونس نجري. في امريكا كيف كيف روحت لتونس نجري نحب نخدم في بلادي نحب نقدم الاضافه ولكن للاسف الشديد معناها نجم نقول اليوم انا محمد علي النادي كان انا ما نخوش بزمام الامور انا عاطل عن العمل. فوالا انا كان ما نخوش بزمام الامور كان ما نعملش فيلم انا كان ما نعملش مسرحيه انا وكان ما ندخلش في مشاريع من نوع هذا انا عاطل عن العمل. نجم تصمد ولا بجي نهار زاد نسمعوا كنا نعديو اكستري بالطبيعه الناس الكل لازم مدام وتهز العازب وتمشي. انا عندي معناها عندي جنسيتين معناها ايوه معناها جايين دوب الناس النبيتين. مهيئ انا مهيئ من قبل راهو من قبل لا مهيئ باتخاذ القرار معناها توا تتكلم ماكش مستبعدها الحكايه. برشا يقولوا لي شبيك ما مشيت انا توا عرضت الفيلم تاعي في هوليود ديغنيغمون عندها شهرين دونك مشيت جي روتروفي دي زامي في امريكا قالوا لي اش قاعد تعمل معناها سورتو شافوا الفيلم شافوا لا كاليتي كل شيء. أيوة في البلاتفورم في معناها الايماج نتاع البلاتفورم بجد اكزاكتومون بلاصتك موجوده كيف كيف فرنسا تيرا وكي تقعد من تونس لباريس ساعات اقل من تونس الحمامات. وي معناها خطوه لهنا وعندي اوراق معناها نجم نمشي ونعيش غاديك ولكن بون فما حاجه اوجوردي سي اللي تري بيرسونيل اللي هي تو نحكيو لا اللي هي الوالده موضوع اخر هذا اللي خليني هذاك بالنسبه لي انا هذاك التاج اللي باش نكمل اكزاكتومون هذاك اللي مخرجتني انا وانت عملناه المسلسل بستة اشهر في الجزائر ما حبيتش نمشي خاطر امي تو كيف كيف سي دي سويت ما اللي نحب نقول لك على جبهه ما حتى هذا مساج العباد راهو انك تقعد على خاطر امك هذا هذا ان بو مساج ونرجعوا له وما نجمو نختم الحلقه هذه كان بلي مساج من نوع هذا اللي هي بالحق الرساله الانسانيه اللي باش تقعد من بعد وربي فضلك ليها واكيد حاسه بمحبتكم توا. شوف بابا فنان مخضرم باتم معنى الكلمه امي فنانه كي نقولوا فنانين معناها ايزون ان اسبري تري تري ليبر ليه وعملوا بصمه في لا 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 احكي لك مش نبدل لك في ثنيه في ثنيه ذكرة. اخرى اللي هما معناها منفتحين على العالم ولكن امي ربي يشفيها ويطول عمرها ربيتني على حاجات رغم اللي هي فنانه وسي دي سويت وجاها الحمد لله معناها صورتها حتى حد ما ينجم يقول لك كلمه ولا هكا ولا هكا طبعا فهمت ربيتنا على الدين ربيتنا على حرام ربيتنا على عيب ربيتنا على الجيش لي فالور الاخلاقيه تو تون ريستون تري اوفير عيب. انا ساعات كنت نتعدى في انترفيو نروح للدار نلقى امي متغش محمد علي ساعات نغلط تقول لي علاش قلت هكا علاش قلت هكا علاش عملت هكا جيت فرشت في الزمقري عطتني رايها الفني ورد بالك دالي ما تنزلقش في ثنيه خايبه ما تمشيش فك الثنيه هذيك لمين نهدي يا اخي لمين ما نجمش توا يعمل لك الغشه وكيف هذوك تي اسال حاجه كيما قلت انت من قبيله لا يقول لي نذكر وقت نحضر في الزمقري يقول لي يا محمد علي لا والف لا والف لا ساعات نقول له تي هاو ماشي يقول لي نو اي نو ني با كيستيون معناها هذوما حاجات مهمه جدا 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 راهو وكيبداو عندك ناس اوتور دو توا اللي ترجعك للثنيه مهم جدا 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 كذلك. ما هو جوستومون علاش خاطر نجموش نعملوا هنا ناقوس خطر بالحق بعد 10 سنين وقديش من التغييرات اللي عرفتها البلاد تغييرات سياسيه جو دي بيان وتو فما تغيير واحد اخر صار بعد 25 جويليا العباد ولات تطير كانت العباد العاديه قوارب موت
طولت مثقفين فما برشا ما نعرفوهمش كتاب راي شهر التالي فما ناس تونس باش تفرغ من اولادها انا شهر التالي دوش بالنا شهر التالي كنت في باريس ولادي يقراوا غديك ولدي تخرج العام الجاي الحمد لله يا ربي اي بموافق ان شاء الله اي ولدي كبير 22 زون يعمل كوميرس انترناسيونال تبارك الله تحياتنا لي شنو اسمه مهدي يا مهدي تسمع في بابا صباح ولا لا كلمهم قولهم يسموه مهدي تخرج العام الجاي الحمد لله كيف كيف هو ربيته زاد كيما ربيتني الوالده والحمد لله رغم اني غير عايش في فرنسا ولكن مواظب ويعمل دي ستاج ويحبوه وعلمته على قيمه العمل والخدمه والاجتهاد وسي دو سويت الحمد لله يا ربي من الحكايه هذوك قيمه الرياضه كذلك مهم جدا نراه الحمد لله الحمد لله مهما يقولوا ديما نقول الحمد لله الوالدين راضين الحمد رياضي ما عنديش الفساد هاني نقولها الحمد لله فهمت حياتي كامله منظمه مريقله حتى لا بريوريتي لا فامي اي لو ترافاي باقي كله سي دو تخشقيش معناها قال الرجل علاش رجع قلت لك اي كنت قاعد تبلغ في رسائل واضحه انت واضحه جدا شوف باريس لا لا ميز انفون جو فو كيل سوا فيير دو موا ان شاء الله يا رب سي تري امبورطون ان شاء الله ونعبي المليارات والملايين والواحد وميز انفون نهار يقولوا هكا ولد هذاك اللي عمل دار شنو ولا ولد هذاك سي با بون الحمد لله نحب انا ولدي نهار اخر يبدا فيخ اللي بوه وجده وجداته وماماته ناس نضاف اي سي تري امبورطون انا جبت لك على الموضوع نتاع فرنسا قلت لك شهر التالي بور لا بروميير فوا دو ما في انا نمشي نجي على فرنسا راه جو ني جامي ايتي اوسي قال الراجل سوربري امبرسيوني بار لو نومبر دي تونيزيان كي سون ان باريس برشا برشا راهو نخرج غاديك تستعمل وسائل النقل خاطر خير بين انا ماكش كار تطلع في المترو تطلع في البوس تطلع في راهو ما فماش النهار نخرج من الدار نمشي دي رونديفو نتاع خدمه سي دو سويت ما يوقفونيش 7 8 10 15 ان تونسي محمد علي انت لهنا معناها تصديق اللي قولك للاسف الشديد وهذا يلزمنا نقوص خطر كبير برشا انه توت جيني ما قاموش جينيراسيون معناها توت كاتيجوري كونفوندو دي تونيزيان كيما اللي في الشقف كيما الدكتور كيما الفنان كل المستويات ما عادش عندها علاقه بالامكانيات الناس كل قاعده تخرج للاسف محمد علي نسمعوا نسمعوا نشره نشره الجويه نشره مرحبا بالنشره الجويه بالنشره الجويه ايوا النشره الجويه معنا ملك اهلا لملك ملك بربي حوجه باهي طقس باهي حاول باش يكون باهي